I never been to school, I can't read, I can't write, just only speak. I learn everything by the tourists. So I speak poquito French, poquito Espanol, and Japanese, Urdu, Arabic, English, Hindi. Samin Marshadus Yahiu fi Medina Agra fi Hind. أين يقع تاج محل الذي يعتبر واحد من العجائب السبعة للعالم؟ يتكلم سبع لغات لكنه لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب واحد منها. لأشياء بسيطة مثل رسالة هاتف يجب أن يستخدم ميزات هاتف مثل كلام لكتاب أو يجب أن يحصل على مساعدة. هذا هو الحال لكثير الهنديين. ما ذهبوا إلى مدرسة لكنهم تعلموا قدرات أخرى أو بدعوا عمل مختلف لبكي حياة. ولكن في نهاية الأمر ممكن هذا خطوة ضرورية للبكي حياة الآن، لكن أكثر تعليم خطوة ضرورية للتطور الحياة لحول الهنديين في المستقبل. I like to give good education for my children. Because now I understand without education is nothing. Iman Jackson, Jamiat Amrikiya, Fi Dubai.